سواليف منحازون للوطن. قدي أثر عليكم الإغلاقات هاي؟ بس أكون معك بشكل واضح، يعني هسا هم لما أغلقوا قدامنا الشارع أغلق، يعني فيش حدا بيقدر يجي علينا، يعني الشارع كامل مغلق، هم شغل على الجيران. الخسارة يعني زي ما تقولي 90% صار نسب الخسارة. وصول الزبائن إلكم؟ صعب كثير 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 صعب. يعني من جديد هم زفتوا الشارع، من قبل كمان كان ما كانش حد يقدر يوصلنا أبدا. كيف توقع يخلص الباص؟ هسه هم أعطونا وعود كثير، يعني كثير كثير أعطونا وعود، يعني 100 بداية السنة هاي يخلص. فهسه بحكوا إنه شهرين، فإحنا بنتمنى إنه يكون شهرين، يعني بنتمنى كثير، يعني بنتمنى كمان يكون في تعويض، يعني تعويض على كل اللي حصل. يعني تقعد تستنى سنة ونص على إشي فاضي، عم تدفع خسائر. قديه خسارتك بالسنة ونص؟ خسارتي والله كثير، يعني 2015، يعني أنا قاعد مجرد إنه بالمحل هذا قاعد بخسر بس. صراحة يعني فيش الواحد، الحمد لله رب العالمين الصبر، بس يعني هو الصبر مفتاح الفرج زي ما بقولوا. إن شاء الله عشان يعني بلكي إننا لقدام إشي بنية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أكيد يعني كل الأردن كلها تأثرت، مش بس منطقة طبرمور، منطقة طارق. المشروع صار له سنتين بالضبط، كل ما لهم بمدوا في المدة أكثر وأكثر. مرة بقولونا بشهر 3، بعدين قالونا بشهر 6، بعدين سألنا المهندسين بقولك لشهر 12 حتى يفتح المشروع. وضر عالم كثير، يعني المشروع كله يعني كله ضر الناس كثير. والزباين؟ الزباين صار تواجد صعوبة حتى تصل المحل، يعني اللي بيجينا أول مرة على المحل بسمعنا كلمتين بقولك والله ثاني مرة إن يعني لفيت الأردن حتى أجيتك، ما راح أقدر أرجع لك، ما راح أقدر أبدل، ما راح أقدر. يعني التحويلات أثرت كثير على الأردن كلها. وإن شاء الله الله يجيب الفيل الخير للباص السريع، مش الباص البطيء يعني. إن شاء الله إن شاء الله.